ماذا تقول للذي يدعي أو دائما يقول نحن لا نريد الآن أكثر كثير من حفظة القرآن، نحن نريد مثلا أطباء مهندسين، كورونا جاءت نحن نريد مثلا مبرمجين الأشياء المتطورة، لا نريد مثلا مختص في القرآن، كيف ترد عليه؟ الله عز وجل خلق الناس كلهم متفاوتون، وخلق حتى أهل القرآن، هذا يجيد التلاوة فيحبب الناس، وهذا يجيد التدبر، وهذا يعيش نموذج القرآن الكريم. كل هذه النماذج خلقها الله عز وجل، كل هذا جميل، كل هذا جميل، ولكن الأجمل من حفظ القرآن هو تدبره والعمل به وإنفاذه في الدنيا كلها. وهل القرآن منع أن يكون منا الطبيب الناجح؟ بل إن يعني كثير من الأطباء يحفظون القرآن ولهم مع القرآن وقفات أجمل من المتخصصين أنفسهم. فأقول يعني نريد ذلك الطبيب الذي يفهم القرآن حتى يكون هذا المجال منبثقا من كتاب الله. الطبيب المسلم والمهندس المسلم وحتى عالم الذرة المسلم الذي ينطلق من كتاب الله عز وجل. يعني المقصد أن القرآن والاهتمام به ليس عائق في حياتك في حياتك أيا كانت هي. بالعكس، القرآن الكريم هو أعظم يعني وسائل التوفيق. إذا سألت يعني كثير من الرواد وكثير من المتفوقين في الثانوية العامة وكثير من المتفوقين والمتميزين في التخصصات المختلفة، ستجد لهم حال إما مع القرآن وإما مع الصلاة وإما مع يعني حب الناس وما إلى ذلك. القرآن الكريم أصل كل خير، أصل كل خير ومنبع كل خير. فالقرآن الكريم إذا زاحم شيء بارك فيه. وعندنا نحن كمسلمون يجب أن نعلي هذا، يعني البعض يخجل أحيانا من إعلاء فكرة كونه مسلم وعنده قيم معينة، فيخجل مثلا من قول أن القرآن يعطي بركة، يخجل أن يقول أن في بركة في القرآن أمام الآخرين الذين يذهبون إلى الأشياء الأكثر موضوعية أو كده. فلماذا يخجل؟ يعني القرآن يعطي بركة في الوقت، يعطي بركة في العمل. نعم، أنا أقول يعني نحن نريد أن نترجم هذا الكلام كله عمليا، كل هذا الكلام نترجمه عمليا. أنا لما أسمع كثير من علماء الذرة والفلك والكيمياء وهم يتكلمون ويتحدثون عن يعني قوة القرآن وتأثيره في كل المجالات، تدرك أن القرآن فعلا لا يعيشه ولا يفهمه إلا من تعمق فيه وتبحر فيه. فنحن نريد الحقيقة جيل لا يتوقف عند الحفظ فقط، بل نريد أكاديميات تبحث في كل آية من آيات القرآن، وسنجد فيه كل العلوم موجودة في القرآن الكريم. آية واحدة كافية، يعني ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الإنسان حاول أن يصعد وصعد إلى مكان معين ثم توقف وظن أنه سحر ولا يستطيع أن يتعدى ذلك. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أقول أقوى علماء الفلك والطب والذرة حاروا في كثير من الآيات القرآنية، وهذا يطول الآن، والذي يرجع إلى الإعجاز العلمي في القرآن الكريم يرى عجبا. وسيظل القرآن معجزا لكل الإنس والجن حتى قيام الساعة، حتى قيام الساعة. والقرآن هو الكتاب الوحيد الذي كلما قرأت فيه ما مللت. نعم نعم، هذا شيء عجيب، هذا أعجب ما في القرآن الكريم، أنك كلما استزدت منه كلما اشتقت إليه، وكلما وقفت بين يدي الله عز وجل به كلما طال شوقك إلى الليلة القادمة. يعني كلمة أخيرة للأمة أستاذ مصطفى، ماذا تقول عن أهمية دور المراكز في إحياء القرآن الكريم وأهمية دور تمسك أبناء الأمة وذهابهم إلى مثل هكذا مراكز تعلي في نفوسهم قيمة القرآن؟ أنا أوجه رسالة للقائمين على المراكز، أنكم لابد لكم من الاهتمام الكبير بهذه المراكز وتكون النموذج الأمثل لتخرج جيل يتخلق بخلق القرآن. وأقول أيضا للناس في كل مكان، ابحثوا عن مراكز القرآن. لو أردتم أن تنصروا القرآن في هذا اليوم
ورب تحرقه الآن. أقول كل واحد في الآن بجواره أو مكانه أو كذا أو كذا بجواره مركز لتعليم القرآن الكريم، اذهب إليه وادعم طالبا أو طالبين، ادعم معلما أو معلمين، ادعم، هذه رسالتي. ثم بعد ذلك الطالب المتميز أقول له ابحث عن مستوى آخر، أنت انتهيت من القرآن، خذ إجازة، خذ قراءة، خذ قراءتين، خذ 10 قراءات، طالما فتح الله لك بابا لا توقفه أبدا. إذن القرآن يصلح أو هو نستطيع أن نقول عنه المرجع للفطرة الإنسانية المفتقدة الآن. أستاذ مصطفى غنيم نائب رئيس وقف أنوار القرآن، أشكرك على التواجد معي في هذه الحلقة. حمكم الله، جزاكم الله خيرا. أنا سعيد جدا يعني في هذا اللقاء، وأسأل الله أن ينفعنا يعني بمثل هذا اللقاء إن شاء الله، وأن يجمعنا دائما في الدنيا على الخير وفي الجنة إن شاء الله. آمين آمين، وأنا أسعد والله. مشاهدنا الكرام، شكرا موصول إليكم في حلقة جديدة من برنامج أين السبيل. هذا عمرو ملكي، يحييكم، دمتم في أمان الله.